بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأحزاب. سميت به لأن قصتها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متضمنة لنصره بالريح والملائكة، بحيث كفى الله المؤمنين القتال، وقد ميز بهم بين المؤمنين والمنافقين، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهذه السورة هي السورة 33 من سور القرآن الكريم، وهي سورة مدنية، وآيتها 73 آية. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. هذا الخطاب لفظه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حكمه يشمل جميع الأمة. فقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله، نودي صلوات الله وسلامه عليه بوصفه دون اسمه تعظيما له. وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى لم يناده باسمه قط، ما ناداه الله باسمه قط، وإنما ناداه بصفاته تفخيما له صلى الله عليه وسلم. صحيح ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل الإخبار، كقوله تعالى: محمد رسول الله، وآمنوا بما نزل على محمد، وهكذا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أما النداء فلم يناده الله تعالى باسمه قط، وإنما ناداه بصفته، وهذا من خصائصه التي اختصه بها دون غيره من الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا، مثلا يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتي، وهكذا، يعني عامة الأنبياء ناداهم الله بأسمائهم. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنما ناداه بصفته، كقوله هنا: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا. فهذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بوصفه دون اسمه. وباب المخاطبة يعدل فيها عن النداء بالاسم تكريما للمخاطب، ولا كذلك باب الأخبار، يعني باب المخاطبة لأنه أسلوب إنشائي مخاطبة، فيعدل عن النداء بالاسم تكريما للمخاطب، ولا كذلك باب الإخبار. أما باب الإخبار فقد يصرح فيها بالاسم والتعظيم باق، كآية محمد رسول الله، لتعليم الناس بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقينهم أن يسموه بذلك ويدعوه به، وأمره عليه الصلاة والسلام بالتقوى تفخيما وتعظيما للتقوى نفسها، حيث أمر بها مثله صلى الله عليه وسلم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين يؤمر بتقوى الله: يا أيها النبي اتق الله، هذا تفخيم وتعظيم لأمر التقوى، بحيث خوطب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مراتب التقوى لا تنتهي، مع أن المقصود الدوام والثبات عليها: يا أيها النبي اتق الله، ولم يجعل الأمر لأمته كما في نظائره، لأن سياق ما بعده لأمر يخصه كقصة زيد رضي الله تعالى عنه. يعني صحيح الأمر هنا موجه للنبي
صلى الله عليه وسلم وإن كان الحكم عاما في أمته جملة، لكن اختص هنا بها كما قلنا تعظيما لأمر التقوى، ثم لأن ما بعده ما يأتي فيه قضية مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني قصة زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا توافقهم على أمره ولا تقبل لهم رأيا ولا مشورة، وجالبهم واحترف منهم، فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين، لا يريدون إلا المضرة والمضادة، إن الله كان عليما حكيما، فهو أحق بأن تتبع أوامره بأن تتبع أوامره ويطاع، لأنه العليم بالأمور وبالمصالح من المفاسد، والحكيم الذي لا يفعل شيئا ولا يأمر به إلا بداعي الحكمة. واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي في ترك طاعة الكافرين والمنافقين وغير ذلك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي أسند أمرك إليه وكله إلى تدبيره، فكفى به حافظا موكولا إليه كل أمر. ثم قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. قال الزمخشري: ما جعل الله رجل من قلبين في زوجه، أي ما جمع الله قلبين في زوج. هل صدر أي إنسان يوجد فيه قلبان، أم أن في كل صدر قلبا واحدا؟ فما جعل الله لرجل من قلبين في زوجه، فما جمع الله قلبين في زوج، ولا زوجية وأمومة في امرأة، ولا بلوة ودعوة في رجل. والمعنى إن الله سبحانه وتعالى كما لم يرى في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين، لأنه لا يخلو إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب، فأحدهما فضلة غير محتاج إليها، وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل بذلك، فذلك يؤدي إلى اتصاف الجملة بكونه مريدا كارها، عالما ظن موقنا شاكا، في حالة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى شاء حكمته أن يجعل الإنسان قلبا واحدا، والقلب هنا المراد به يعني محل الإرادات والأعمال القلبية، وليس فقط يعني وليس الجانب حكما. فكما أن الإنسان نفسا واحدة وإرادة واحدة وقلبا واحدة، فلو كان في الإنسان قلبان لا يعني كان لكل قلب صفة وإرادة مستقلة به، فلو توافق القلبان على إرادة واحدة فإن إرادة أحدهما تغني عن الآخر، فيكون حينئذ القلب الآخر لا داعي له ولا حاجة إليه إذا كان موافقا. أما إذا كان مخالفا فمعنى ذلك أن معنى ذلك أن الإنسان في جملته يمكن أن يوصف بأنه مريد وكاره نفس الشيء في نفس الوقت، عالما وظنا في نفس الوقت، موقنا وشاكا في حالة واحدة، وهذا جمع بين نقيضين. فإذا لا يوافق الحكمة أن يوجد للإنسان في جوفه أكثر من قلب، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. فكما أن الله لم يرى في حكمته أن يجعل أو يجعل للإنسان قلبين، فكذلك لم يرى أيضا أن تكون المرأة الواحدة أما لرجل زوجا له. ففي شريعة الله وفي حكمة الله لا يجتمع هذان الوصفان، أن تكون امرأة واحدة أما لرجل وزوجا له في نفس الوقت، فلا تجتمع الأمومة والزوجية أبدا، لأن الأمة مخدومة، مخفوض لها جناح الذل، والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستخراج وغيره كالمملوكة، وهما حالتان متنافيتان. أيضا لم يرى الله سبحانه وتعالى أو لم يرى في حكمته أن يكون الرجل الواحد داعيا لرجل وابنا له، يكون داعيا لرجل وابنا لا داعيا، يعني
منسوبا إليه وهو في الحقيقة ليس ابنه وإنما هو داعي دخيل ليس منسوبا إليه في الحقيقة ويكون في نفس الوقت ابنا له لأن البنوة أصالة في النسب وعراقة فيه. أما الدعوة فهي إلصاق عارض بالتسمية لا غير. فالدعوة المقصود يعني كون فلان داعيا لفلان يعني ينسب إليه بمجرد اسم فقط لكن في الحقيقة ليس له من صلة النسب به شيء فهو إلصاق عارض بالتسمية لا غير. ولا يستمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل لا يستمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل يكون ابنا وداعيا في نفس الوقت. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وهو رجل من كلب قبيلة كلب سبي صغيرا وكانت العرب في جاهليتها يتغاورون ويتساهون يعني يغير بعضهم على بعض ويأخذون الأسرى والسبي من بعضهم البعض. فزيد بن حارثة رضي الله عنه سبي صغيرا فاشتراه حكيم بن خزان رضي الله عنه لعمته خديجة رضي الله عنها. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له وطلبه أبوه وعمه أن يعني يرجع إليهما فخير زيد رضي الله تعالى عنه بين أبيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مع أن في بقائه عند النبي عليه السلام استمرارا لصفة العبودية والرق. فلما خير بين أبيه وعمه وطبعا يكون حرا وبين أن يبقى في كنف النبي صلى الله عليه وسلم مع بقائه عبدا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون زيد ابن محمد كانوا ينادوا له في الجاهلية زيد ابن محمد فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية أو يعني كان ينادى قبل أن ينزل تحريم التبني في هذه السورة كان ينادى زيد ابن محمد فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ألا وهي قوله تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم إلى آخر الآية. وأنزل أيضا قوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والتنكير في قوله تبارك وتعالى رجل ما جعل الله لرجل وإدخاله من الاستغراقية على قلبين يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه من قلبين في جوفه تأكيدان لما خطب من المعنى كأنه قال ما جعل الله لأمة الرجال ولا لواحد منهم قلبين البتة في جوفه أي نعم وفائدة ذكر الجوف كالفائدة في قوله تبارك وتعالى ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فكذلك هنا ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه لأنه إذا سمع به صور لنفسه جوفا يشتمل على قلبين فكان أسرع إلى الإنكار لأن إذا تخيل جوفا في قلبان كل قلب له إرادة مختلفة أنا شك أن هذا يعني يسرع الإنسان إلى إنكاره. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم فمعنى ظاهر من امرأته يعني قال لها أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار طلاقا عند أهل الجاهلية فكانوا يتجنبون المرأة المظاهرة منها كما يتجنبون المطلقة وهو في الإسلام يقتضي الطلاق والحرمة إلى أداء كفارة. قال الأزهري وخط الظهر لأنه محل الركوب فهذه كناية تلويحية
انتقل من الظهر إلى المركوب ومنه إلى المغفي، والمعنى أنت محرمة علي لا تركبين كما لا تركب الأم. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم. ذلكم إشارة إلى كل ما ذكر، أي من كونه ليس لأحد قلبان. ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني هذه إشارة إلى كل ما ورد في الآية من كون ليس لأحد من الناس أو قلبان، وليست الأزواج أمهات ولا الأدعياء أبناء، وإنما هذا كله من كلامكم وزعمكم أنتم، ذلكم قولكم بأفواهكم. أما عند الله فلا، فليس لأحد الزوجان، ولا تجتمع الزوجية والأمومة ولا الدعوة والبلوغة. أو ذلكم إشارة إلى الأخير فقط وهو الدعوة، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم أي دعوة الأدعياء أبناء، هذا قولكم بأفواهكم، يعني لا حقيقة له، فلا يقتضي دعواكم ذلك أن يكون ابنا حقيقيا، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فلا يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون لبشر واحد قلبان. يعني هذا البعيد الذي ينسب إلى هذا الرجل بالتبني ويحمل إثما ويعامل كابنه، إما أن يكون ابنا له على حقيقة، وإما أن يكون لا، وإما أن لا يكون. فإن كان ابنا له على الحقيقة مع أنه ليس ابنه لصلبه، إنما له أب آخر من صلبه، فهل يعقل أن يكون رجل واحد له أبوان خرج من أبوين في ابن واحد؟ هذا لا يكون. فهذا لا يمكن للدعي أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون لبشر واحد قلبان. والله يقول الحق، أي الثابت المحقق في نفس الأمر، وهو يهدي السبيل، أي سبيل الحق. قوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يقول السلفي رحمه الله تعالى، بين الله تعالى هنا أن من قال لامرأته أنت علي ظهر أمي لا تكون أما له بذلك، ولم يزد هنا على ذلك، لم يزد هنا على ذلك، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني اختصر في هذه الآية في هذا الموضع من سورة الأحزاب على بيان أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي لا تفضح بمجرد ذلك أما له، فلم يزد هنا على ذلك، ولكنه جل وعلا أوضح هذا في سورة المجادلة، فبين أن أزواجهم اللائي ظاهروا منهن لسن أمهاتهم، وأن أمهاتهم هن النساء اللائي ولسنهم خاصة دون غيرهم أو دون غيرهن، وأن قولهم أنت علي كظهر أمي منكر من القول وزور. وقد بين الكفارة اللازمة في ذلك عند العوز، وذلك في قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا كتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فقول الله تبارك وتعالى في آية الأحزاب هذه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كقوله في سورة المجادلة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فلا شك أن في سورة المجادلة مزيد بيان وإيضاح لما تضمنته آية الأحزاب هذه. والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عقد هنا عند تفسير هذه الآية في سورة الأحزاب فصلا كبيرا جدا كعادته في التوسع في تفسير آيات الأحكام. الفصل يقع في حوالي
يعني 55 صفحة تقريبا أو أكثر من 55 صفحة تعرض فيها لأحكام يعني الظهار. وطبعا نرجو أن تأتي فرصة في بعض أخرى للكلام على هذه الأحكام بالتفصيل، لكن من أراد فليرجع إلى تفسيره لسورة الأحزاب. نقتصر فقط على المسألة الأولى، يعني تلاوة المسألة الأولى من هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: قد علمت من القرآن أن الإقدام على الظهار من الزوجة حرام حرمة شديدة. نحن نعجب جدا يعني أن يوجد حتى الآن بين المسلمين من يأتي بأهل الجاهلية في هذا النوع من الظهار. كثير جدا من الناس الجهلة يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو أختي، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ الشنيعة. فهذا شيء طبعا بشع وشيء شنيع وقبيح، وليس بجائز يعني على الإطلاق، بغض النظر ما يترتب عليه من كفارة أو غيرها، لكن أصلا هذا الوقوع فيه أصلا حرام وخطأ. كمن يطلق مثلا وقت الحيض، فهذا آثم، يأثم لأنه يطلق وقت الحيض، ومعروف أن هذا طلاق بدعي، ويأثم الإنسان إذا طلق. يحرم على الإنسان أن يطلق في وقت الحيض، يحرم على الإنسان أن يحلف بغير الله، ومع ذلك نجد من يحلف بالطلاق وهو يعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز. فبغض النظر عن الآثار الفقهية على هذه الصور من الألفاظ أو الطلاق أو المعاملات، لكن إنشاء مثل هذه الصيغة غير ما لا يجوز، خاصة إذا كان إنسانا متدينا، يعني لا يقبل منه أن يقع في هذا الشيء الفظيع الذي يسميه الله تبارك وتعالى منكرا من القول وزورا، وشدد النكير على فعله كما تعلمون. فوعيت حراما عاديا، هذا حرام حرمة شديدة، الظهار لا ينبغي أن يخرج من لفظ من لسان إنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف يوم الحساب. فقول الله عز وجل: وإنهم، أي هؤلاء المظاهرون، ليقولون منكرا من القول وزورا. كما صرح الله تعالى بأنه منكر وزور، وبين كونه كذبا وزورا بقوله: ما هن أمهاتهم، هذا كذب وهذا زور. هل الذي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، هل هي كأمه فعلا أو هي أمه؟ لا تكلم الفارس يعني كذب. فمن هنا سماه الله سبحانه وتعالى إيه؟ كذبا وزورا. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فمن ثم نعود إلى صدر السورة: ما جعل الله الرجل من قلبين في زوجه. يعني كما أن الإنسان لا يوجد فيه قلبان يعني في جوف واحد، كذلك لا يستمع فلا يستمع يعني جوفان قلبان في زوج، كذلك أيضا لا يستمع إيه؟ ما جعل الله الرجل من قلبين في زوجه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كذلك أيضا لا يجتمع الزوجية مع الأمومة. هل الزوجة مثل الأم حتى تقول أنت علي كظهر أمي، أو أنت مثل أمي وأختي، الآخر هذه الألفاظ التي تكون من السوخة والجهل والرعاع. أما إنسان يعني متبين عاقل حكيم، ما ينبغي حتى لو أراد أن يطلق أن يلجأ لهذه الألفاظ البشعة ويضيق على نفسه هذا الصديق، ويعني يدلس نفسه بهذه المعصية التي يصف الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزور. كما أن الجوف الواحد لا يجتمع فيه قلبان، كذلك أيضا لا يجتمع في امرأة واحدة الأمومة والزوجية، لأن هناك فروقا بين الأم وبين الزوجة. كذلك أيضا يقول تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. لا يجتمع دعي وابن في وقت واحد، يكون انسان واحد دعيا يعني منسوبا اليه بغير ان يكون من كله، وابنا له في وقت واحد هذا لا يكون. ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما.
ادعوهم لآبائهم، أي انسبوهم إليهم. لابد أن ينسب الإنسان إلى أبيه، انسبوهم إلى آبائهم الحقيقيين. وهو إفراد للمقصود من أقواله تعالى الحق، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، أي أعدل وأحكم. قال ابن كثير، طبعا هو معنى كلام القاسمي هنا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يقول ادعوهم لآبائهم يعني انسبوهم إلى آبائهم، وهو إفراد للمقصود من أقواله تعالى الحق، يعني هذه الأقوال التي مضت كلها حق لأنها من كلام الله، وهي أن الزوجية والأمومة ليس نعان، وأن الجوف الواحد سيكون فيه قلبان، كذلك الدعوة والبنوة لا يستمعان، فهذه الأقوال كلها حق، لكن الله هنا أفرد هذه المسألة بالذات، ومسألة التبني، فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا الأمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء. كان في ابتداء الإسلام يجوز أن يجوز التبني، أن الإنسان يتبنى ولدا من ليس من صلبه ويلحقه به، يعامل معاملة الابن تماما. فبالتالي إذا عمل معاملة الابن، هل يجوز له أن يتزوج امرأة أبيه؟ لا يجوز باعتباره ابنا في زعمين أو في ولاية الإسلام قبل أن ينفخ أو يلغى هذا الحكم. كذلك في الميراث، كذلك في التسمية، يدعى فلان ابن فلان الذي يتبناه، وإن لم يكن ابنا له في الحقيقة. فيقول ابن كثير، هذا الأمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام، ادعوهم لآبائهم. فكان في ابتداء الإسلام جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر تبارك وتعالى برب نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط والبر. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، إن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وأخرجه مسلم وغيره. وقد كانوا يعاملون لهم معاملة الأبناء من كل وجه، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنها، يا رسول الله إنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم، أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. طبعا هذه مسألة من مسائل الفقه الكبيرة في أحكام الرضاع، وهي هل رضاع الكبير يحرم؟ فهذا نترك تحقيقه لوقت آخر، ولكن يعني عموما الراجح الله تبارك وتعالى أعلم أن رضاع الكبير لا يحرم إلا لحاجته. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي، حتى يكون لك تطبيق عملي وإلغاء لما كان من قبل من حكم التبني، ألغي تماما، و يعني حصل درس عملي تأوضح ما يكون الدرس والأنموذج، حينما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، التي هي مطلقة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. واضح، لأنه كان دعيا لا يدعى زيد بن محمد، واضح. فأراد الله أن يبطل ما كان من قبله من زواج هذا التبني، بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج مطلقة زيد، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، كما نبين إن شاء الله تعالى. وقال عز وجل، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقال تبارك وتعالى في آية التحريم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني من النساء المحرمات على الرجال زوجات الأبناء الذين من أصلابهم،
وبالتالي يخرج من ذلك الأبناء اللي هم إيه؟ أدعياء، أبناء التبني، لأن زوجته لا تكون محرمة على من يتبنى. وحلائل أبنائكم يعني جمع حليلة، هي الزوجة. الذين من أطلابكم، الذين من أطلابكم، هذا احتراز عن زوجة الدعي، فإنه ليس من الطلب. فأما الابن من الرضاعة، الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب طبعا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. بمعنى إذا أرضعت امرأة طفلا، واضح هذا الطفل، تصبح المرأة المرضعة إيه؟ أمه من الرضاعة، مثل الأم تماما في انتفاع الأحكام، أما له من الرضاعة، ويصبح زوجها أباه من الرضاعة، له أحكام الأرض، وتصبح أختها خالته، وتصبح أخت الزوج عمته، وهكذا. واضح. فالحقيقة يعني سأتي أسئلة كثيرة تتعلق باللخبطة في موضوع الرضاعة. شيء غريب جدا أنه بالذات يبدو أن في المناطق الريفية في الأرياف في الموضوع يعني لا ضابط له، ولا رابط ولا خطام ولا جنان، النساء يرضعن بجاهل عجيب جدا. واضح. فحتى ان الامور تترك الى ان يتزوج الاخ اختها من الرضاعة، ثم ياتي مع ذلك بصفة عارضة كلام ان فلان ارضعت فلانا، فطبعا تحصل مآسف، وهذا حال يجب التفريق بينهما، يفسح عقد النكاح. فالتهاون في موضوع الرضاعة هذا امر يعني ليس بالامر الهين، لانه اختاره وله اثاره البيئة فيما بعد. فالمفترض ان كما ان نصر تعالى وسع على الناس واباح لهم ان المرأة عند الحاجة ترجع من ليس وليدا لها ممن لا ترجع امه لسبب الاخر او توفيت امه او غير ذلك من الاسباب، لا بأس، هذا جائز. لكن نوقف بكتابة هذا الامر والاشهاد عليه. يعني اذا واحد ارضع ابنه او واحد يعني طفل رضع من امرأة معينة، لابد ان يدون هذا، يدون بشهادة ويوقع عليها شهود انها ارضعته رضاعا شرعيا مثلا 5 مرات متبعات، ونشهد على بحث هذا وهكذا، ولا يترك الامر للذاكرة ثم يأتي بعد ذلك المضاعفات، يعني هذا التفريط، وتحصل اشياء غريبة. فيطلب للامر في الارياف من خلال الاسئلة التي نسمعها من كثير من العوام، يبدو ان الموضوع في الارياف سايب لدرجة فوق ما نتخيل. موضوع الارضاع هذا يمشي بطريقة عشوائية وفوضوية يترتب عليها انتهاك حرمات الله، ويترتب عليها مصيبة كبيرة، وهي الزواج من المحمل المحرم، واحد يتزوج اخته، هذا شيء طبيعي جدا. فذلك بقى بالاولاد اللي يولدوا من هذا الزواج، وكيف يعني تكون حياتهم بعد ذلك حينما يعرفون ان اباهما ان ابويهما انفطنا بسبب انهما سقيقان او اخوان من الرضاعة، هذه مصيبة كبرى. فينبغي الالتفات لهذا الامر، وننصح فإن يكتب هذا الأمر في ظهر شهادة الميلاد، حتى لو من علم الرسالة، في خلف شهادة الميلاد، لأن شهادة الميلاد وثيقة دائما بيحصل محافظة عليه وصيانة لها ويصل الرجوع إليها. فيثبت إن فلان رضع من فلانة، وبالتالي إخواته وأخواته هم فلان وفلان وفلان. واضح؟ لابد أن يثبت في إيه؟ يعني في بأي صورة. لكن أنا ننصح أن يسجل في ظهر شهادة الميلاد بالقلم الرصاص، أو حتى لو بكتابة ويستخرج مستقبل، مفيش مشكلة، لكن حتى تكون لك وثيقة. ولا ينسى الناس مع تطور الإجمال، خاصة العائلات التي يحصل منها تزوج، فيحصل أن الفتاة يتزوج أختها، فهذه المصيبة لا عليها مصيبة. أي نعم، لأنه في هذه الحالة إذا ثبت حتما لابد أن يعني ينفصل ويفرق بينهم، والا يكونان مرتكبان فاحشه، ليست بالفاحشه حتى العاديه المعروفه، لكن هذا نكاح المحارم من افظع انواع الاعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى. فيعني ينبغي التواصي بهذا الامر، كما يبدو ان كثير من الناس عندهم جهل بهذا، فينبغي لفت الانظار الى هذا، يعرف مين اخواته، مين اخواته، ومن ابوه ومن عمه، لان هذه قرابه تماما كقرابه الناس، لها نفس الاحكام، فانتبهوا لذلك. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحذير فليس مما نهي عنه في هذه الآية، يعني لا كراهة على الإطلاق
في أن تقول لواحد من أولاد المسلمين يا بني يا ابني، لأن على سبيل التحبيب والتكريم له والعطف عليه لا حرج في ذلك على الإطلاق. هذه ليست من التبني الذي هو موضوع حديثنا هنا في سورة الأحزاب، وإنما هذه من الملاقفة الجائزة ولا حرج فيها، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع، فجعل يلصق أفخاذنا ويقول: أبيلية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أبيلية جمع إيه؟ أبيل، نعم، فيعني أبيلية تصغير ابني، ابني تصغيرها إيه؟ أبيلي، وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا في حجة الوداع سنة عشر. وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، ورواه أبو داود والترمذي. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. طبعا نلاحظ في بداية كلام ابن كثير أنه قال في قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، يعني انصبوهم إليهم، هو أقصص عند الله أي أعدل وأحكم. يقول ابن كثير: هذا الأمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط والبر. يقول القاسمي: وفي ذهابه، أي في ذهاب ابن كثير، إلى أن الأمر في الآية ناسخ نظر، لأن الناسخ لا بد أن يرفع خطابا متقدما، النسخ أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، فلا بد في النسخ أن يكون هناك خطاب سابق واللاحق ينسخ هذا السابق لتعارضه معه. فيقول في ذهابه إلى أن الأمر في الآية ناسخ النظر، لأن الناسخ لا بد أن يرفع خطابا متقدما، وأما ما لا خطاب فيه سابقا بل ورد حكما مبتدأ رفع البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا نسخا اصطلاحا، فاحفظه فإنه مهم ومفيد في عدة مواضع. يقول تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. طبعا قبل أن نستطرق في بيان الأحكام من هذه الآيات الكريمات نلفت النظر إلى أمر مهم جدا، وهو أن هل معنى أن الإسلام يحرم التبني، هل معنى أن الإسلام يحرم التبني، هل معنى ذلك أن يترك الأولاد الذين مثلا مات آباؤهم مثلا أو لا يعرف آباؤهم، هل معنى ذلك أن يتركوا حتى يضيعوا ويهلكوا؟ كلا، بل الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى وكتابنا عليهم فيها قال الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإحياء النفس هذا بلا شك من أعظم الأعمال الصالحة، إحياء النفس، ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أزل. والمرأة البغي مع كونها بغيا غفر الله لها بمجرد أنها سقت كلبا كان ينهث من إيه؟ شدة العطش، فغفر الله لها برحمتها للكلب لأنه ذو كبد رطبة، فما بالك بإحياء روح ونفس وإنسان. لا شك أن هذا يعني من أعظم الأعمال الصالحة. فموضوع الإحسان إلى الطفل الذي يلتقط مثلا أو الذي مات أبواه أو الذي لا يعرف أبوه وأمه، هذا من الأعمال الصالحة وهذا مما يرغم الشرف، لكن هذه نقرة وموضوع التبني نقرة أخرى. الشريعة يعني نتعامل بواقعية مع هذه الأمور، وحدود الله ينبغي أن تضبط، فالإحسان إليه هذا باب، أما التبني بحيث أنه يحمل إثمه، يحمل إثمه بحيث يبقى ككل إخوته من بعد كأنه خارج من صلب أبيه وهو ليس من صلب أبيه، هذا فيه عدوان على حقوق الآخرين. هذا حينما يكبر ويصير شابا مثلا هذا سوف يختلط
بنساء يعني أجنبيات على أنه من محارمهن، وهذا في عدوان أيضا على حدود الله. إذا توفي الأب وهو يحمل اسمه سوف يرثه ويشارك باقي يشارك يعني أبناء الرجل في هذا الميراث، وهذا ظلم، وهذا يعني تعدي لحدود الله. وهكذا هناك مخارج بشكل للخروج من هذا المأزق، ولكن الشيء المؤسف جدا، الشيء المؤسف وكأننا يعني بارئون من الإسلام، أن تأتي المؤسسات الاجتماعية التي تتعامل مع هؤلاء الأطفال وتجبر كل من يريد أن يتبنى طفلا على أن يقيده باسمه معاندة لله ورسوله. لا شك هذه مشقة ومحدة لله ورسوله، هذا حكم واضح البطلان في دين الإسلام، لا يجوز أبدا التبني. وإن كان الإسلام يحرر على الإحسان إلى هؤلاء الأطفال لأنهم مسلمون واضح، وينبغي المحافظة عليهم وحفظوا أرواحهم. فهناك بعض الناس يعني شخص يكون مثلا عقيما لا يولد له ويرغب في أن يربي طفله، أو من عنده أطفال ويرغب أيضا في 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 في, في الإحسان لبعض هؤلاء الأطفال الذين يعني أبصروا بفقد الأبوين مثلا أو عدم معرفة الأبوين وغير ذلك من الأسباب المعروفة، فيذهب حتى يعني يريد أن يعمل عملا من هذا العمل الصالح، فإذا بهم يفرضون على الله يجوز له أن يعني يعطى هذا الطفل ويمكن من تربيته إلا بأن يسجله بإيه؟ باسمه، فكأنهم لم يشموا رائحة الإسلام، وكأنهم ما علموا إن, 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 إن الإسلام حرم هذا، مع أن الآيات القرآنية واضحة تتم ادعوهم لآبائهم. هؤلاء يقولون يجب أن تدعوهم لغير آبائهم، فالله يقول ادعوهم لآبائهم، والجماعة هذه المؤسسات الاجتماعية يقول ادعوهم لغير آبائهم. لها حل بصورة أخرى، لكن ليس من هذه الحلول المقبولة أن ينسب إلى الشخص الذي سوف يربي. فينبغي أن يعانى الناس على العمل الصالح، وينبغي أن يعانى الناس المحسنون الذين يريدون أن ينفذوا هؤلاء الأطفال فيربي تربية حسنة ويعلمه ويهذبه ويخرج إنسانا يعني صالحا، بدل أن تعرض للجريمة والإحراف وهذه الأشياء نتيجة يعني عدم وجوده في عائلة كافية. فإلى الله المشتكى يعني من هؤلاء الناس الذين يحادون الله ورسوله. الله يقول تدعوهم لآبائهم وهم يفترضون أن تدعوهم لغير آبائهم، وأن لابد أن ينتبهوا إلى هذا الشخص المتبنى. فهذه المطالبة صريحة للشريعة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيظ من يعني يرفعها ويرحم هؤلاء الأطفال الذين بسبب ذلك يحرمون من إحسان كبير كان سوف يصل إليه لولا هذا التعنت وهذه المشقة. نعم، يقول الله، يقول الإمام القاطبي رحمه الله تعالى: ولما أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا أشار إلى دعوتهم بالأخوة والمولوية إن لم يعرفوا، بقوله سبحانه ادعوه لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم يعني فتنسبوهم إليهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني فهم إخوانكم في الدين ومواليكم أي أولياؤكم فيه، فقولوا هذا أخي وهذا مولاي ويا أخي ويا مولاي، يعني يا مولاي يعني يا من هو ولي في الدين، رابطة الدين تكسب إن لم توجد رابطة إيه؟ يعني النسب. وليس عليكم جناح، وليس عليكم جناح أي إثم فيما أخطأتم به، أي فيما فعلتموه من نسبة بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة، مخطئين بالسهو أو النسيان أو سقط اللسان، لأن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني بالسهو أو نسيانا أو سرق اللسان بذلك، لأن الله وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، ولكن ما تعمدت قلوبكم أي ففيه الجناح، لأن من تعمد الباطل كان آثما، وكان الله غفورا رحيما أي لعفوه عن المخطئ. ثم يقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي في كل شيء من أمور الدين والدنيا،
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهم أن يكون حبه أنفذ عليهم من حبها. يعني النبي عليه السلام أولى بك بالنفس، يعني روحك التي بين جنبيك هذه النبي عليه السلام أولى بها منك أنت. مثال، لو افترضنا أن النبي عليه السلام أمامك وهو يريد أن يشرب ماء في يدك، وأنت يوشك أن تموت إن لم تشرب هذا الماء، إن لم تشرب هذا الماء الذي في يدك تموت وتهلك من العطش، وفي نفس الوقت الرسول عليه السلام يطلبه منك، ففي هذه الحالة لابد أن تجزم وتقطع بأن هذا الماء ينبغي أن تقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو مت أنت من العطش. لماذا؟ لأنه أولى لك من نفسك. الرسول عليه السلام أولى بالمؤمن من نفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الحقيقة يعني المحبة هو هذه الدرجة من البذل بل يعني أعظم منها. فالمؤمن الصادق يجد هذا الشعور بصورة تلقائية حتى لو لم يرد فيه هذا النص من القرآن الكريم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. ولذلك نحن رأينا يعني نماذج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم، شدة حبهم للنبي عليه الصلاة وتضحيتهم في سبيله بالنفس والنفس، في قصة خباب رضي الله تعالى عن خبيب بن عدي والصحابة الذين فدوه بالنفس والنفس. وهذه قصص كثيرة ومعروفة يعني في التاريخ الإسلامي وفي الغزوات، وكيف كان يعني بعض الصحابة هو أكيد في حد هو قاعد بيحرج زرار أخي في زرار الحرب رأينا مثلا بعض الصحابة وهو ينافق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يسدد وجهه بأمام وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي السهام باليمين فيوجه رأسه اليمين حتى السهام يصيبه ولا يصيب النبي عليه السلام، ومن الصحابة من فقئت عينه بسبب هذا. والنماذج معروفة جدا يعني بالذات طلحة في غزوة أحد وغيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كيف كانوا يعني يهدون النبي عليه السلام بالنفس وبالروح وبالمال وبالأولاد وبكل شيء. فهذا يعني مقتضى المحبة الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هذا العنوان أو هذا الجزء من الآية يصبح أن يكون عنوانا لمحاضرة مستقلة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، واضح. وتذكر فيها الأمثلة الكثيرة الحية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل منهم من يعني أثره بعض المدعي مدعي النبوة وكان يعني شديد الغير عن النبي عليه السلام حتى لا هذا الرجل يريد أن يقتله إلا ينكر نبوة النبي عليه السلام، فهو يقول له ما أسمع ف يعني حتى قدر يعني في سبيل ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي في كل شيء من أمور الدين والدنيا، فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها، وأن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا أعطل خط ووقاءه إذا لقحت حرب، وألا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه، ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهم عنه، لأن كل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين، وما صرفهم عنه فأخذ بحجزهم لئلا يتهافتوا فيما يرمي به من السخاوة وعذاب النار. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني حتى إذا هوى النفس كان يدعو لشيء معين وترى الرسول عليه السلام يدعو لخلافه، فالرسول أولى بك بالنفس فتتبع ما يحبه هو، وإن كان في ذلك مصادمة لما تهواه أنت، فإنه ما يمنعك من شيء إلا لمصلحتك أنت،
كما جاء في الحديث. فشوف كيف بعض العلماء أتاه رجل وقد سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. فقال يعني إني أخشى أن أكون منافقا، أخشى أن أكون ممن ينطبق عليهم هذا الحديث. فقال له أرأيت إن العياذ بالله إن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتل، وكان يمكن أن يقتل لو فديت، قلت أنا أقتل مكانه يقبل منك، أكنت تفعل؟ فرد عليه الرجل من عوام المسلمين قال نعم، هذا ما فيه شك أن لو قدر ذلك وأستطيع أن أفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسي وأقدم روحي فداء له لن أتردد في ذلك. قال فيعني إيه، فلا شك أنك من أهل هذا الحديث، لهذا المقياس يعني يصح لك محبتك الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الله منك، فقال فرجت عني فرج الله عنك شربك، أو كما قال. فالشاهد أنه لا يمكن أن يتخيل أو يتصور وجود إنسان مؤمن وليس في قلبه أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أصل المحبة يكون موجودا، ولكن يتفاوت الناس في مقدار هذه المحبة بحسب تفاوتهم في العلم بسنته صلى الله عليه وسلم ويعني إحيائها وطاعة الله ورسوله. كلما زادت الطاعة وكلما زاد الاقتراب من معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته كلما زادت هذه يعني المحبة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه، الحشرات التي يجذبها ضوء النيران، فجعل يذبهن بيده يطرد هذه الحشرات حتى لا تحترق، هي تنجذب للضوء ولا تعرف ولا تدرك لأن ليس لها عقل أن في ذلك هلاكها بالإحرام. فجعل الرجل يذبهن حتى لا يقعن في هذه النار. يقول وأنا آخذ بحدودكم عن النار وأنتم تفلتون باليدي، وأنا أنصحكم وأريد أن أنقذكم من النار وأخذ بحدودكم، يعني بيمسك كل واحد من أي شيء يمسكه، من هذا من ديلتا وهذا من وطفي وهذا من كمه وهكذا، يحاول ينقذ هؤلاء الناس، ناس بيرموا نفسهم في النار وهو واقف يعني يأخذ هذا من ثوبه ويدفع هذا ويريد أن يحميه من النار، فبعضهم يقاومه ويلقي بنفسه في النار. هذا هو الصورة التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم، حينما ينهاك عن شيء فهو ما يريد إلا مصلحتك وإنقاذك مما يهلكك، وليس في الأمر كما يسمون تشدد وتلطع وأصولية وإرهاب إلى آخره، لا، ده هي الإنجاء من النار، يريد رسول الله أن ينقذنا من النار. وبعض الناس يصرون على أن يحترقوا بالنار، فحتى إذا وقعوا في النار فهو رغم عنه وحاول على أقصى ما يستطيع أن ينقذهم. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه وأخذ يذبهن وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. أي نعم. فإذا ما طرفنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا لئلا نتهافت فيما يرمي بنا إلى السخاوة وعذاب النار. هذا كما قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. يقول تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يقول ابن كثير وأزواجه أمهاتهم أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام. فزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين، هذا التعبير ليس المقصود به أنهن يعني كالأمهات، زوجات الرسول أمهات المؤمنين بمعنى الأمهات لهن حرمة الأمهات والتوقير والإكرام والإعظام الذي يكون للأمهات. أما أم
أن يقال أنهن أمهات كل معنى الكلمة، حيث ترتب عليه أحكام الأمهات الأخرى كالخلوة مثلا أو غير ذلك، فهذا لا. لا يعني يقول ابن كثير وأزواجه أمهاتهم في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا يجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وهذا واضح لا إشكال فيه، ويدل له قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فطبعا واضح أن هذا في الخطاب في يعني في شأن أمهات المؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فتوى أو طعاما أو صدقة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذه الآية دليل واضح على أن المقصود بقوله وأزواجهم أمهاتهم في الاحترام والتوقير والإكرام والإعراض، وليس في أحكام الأمهات عموما. فالإنسان لا يسأل أمه الحفيفية من وراء حجاب. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ومعلوم أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لم يلدن جميع المؤمنين الذين هن أمهاتهم. ويفهم قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أنه هو صلى الله عليه وسلم أب له، أب له، ما دامت أزواج أمهاتنا فهو النبي صلى الله عليه وسلم أب لنا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قرأ وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهو أب لهم. وهذه الأبوة أبوة دينية، وهو صلى الله عليه وسلم أرحم بأمته من الوالد الشفيق بأولاده. وقد قال جل وعلا في رأفته ورحمته بهم: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأيضا هذه الأبوة أبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأبوة ليست أبوة نسب كما بينه قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فهي أبوة دينية وليست أبوة نسب. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد معلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد معلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستصد بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروض والرمة. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما أنا لكم بمنزلة الوالد يبين معنى أبوته المذكورة كما لا يخفى. الحقيقة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في غاية الروعة في هذا الموضوع، وهي الأبوة الدينية، أبوة الرسول عليه السلام للمؤمنين أبوة دينية شرعية، وأن الإنسان لا بد له من أن يعني يولد من هذه الأبوة الدينية. في كتابه من يعرف؟ لا، طريق الهجرتين، كتاب قيم جدا جدا من روائع ابن القيم، الكتب يعني الفذة التي ينبغي الاهتمام بها، فيرجو الاهتمام بمزيد يعني يرجو مزيدا من الاهتمام بكتب ابن القيم وابن تيمية. ما ينفعش الفلسفية من غير الاهتمام بكتب ابن تيمية وابن القيم، من غير هذه الكلية، من غير ما تدخلها وتتعلم من يعني أساتذتها، ما يعني ما يكاد يصح الإنسان، أو ما أقول يصح، يعني يحرم من خير كثير على الأقل، يحرم من خير كثير. فهذه الكتب ابن القيم الرائعة التي تداوي القلوب وتغنينا عن حديث الموضوع على الخرافات الصوفية ودكائسهم في كتبهم، لكن عندنا ما يغنينا من الكتب السلفية القيمة، كل كتب ابن القيم بلا استثناء، يعني الفوائد، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، عدة الصابرين ونفيرة الشاكرين، طريق الهجرتين وباب السعادتين، التبيان في أحسان القرآن، الوافل الطيب من الكلم الطيب، الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الكافي،
آلام الواقعين الذي حول أصول الفقه إلى رقائق. آلام الواقعين عن رب العالمين زاد المعاد في هدى غير عناد. زاد المعاد هذا كان الشيخ الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كان في زيارة بعض الإخوة يوما فاحتاج إلى كتاب زاد المعاد، فقال ائتونا بزاد المعاد. فالأخ قال ما عندي. قال يوجد بيت بغير زاد؟ يعني هذا كتاب أساسي لكل مسلم بالذات الذي ينتسب إلى السنة، لابد من اهتمام خاص بكتاب زاد المعاد لأنه فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يختفي سنته ويتمسك بها دينه. زاد المعاد أساسي جدا في هذا الجانب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا روضة المحبين وروضة المشتاقين الروح، ايه ثاني؟ هداية الحيارة، نعم في أجوبة اليهود والنصارى، إغاثة الأنفان من مصائد الشيطان، مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، نعم قلت هذه الأرواح، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. يعني بدأت تسجل من الجمع من الكتب زي التمثيل القيم، ده جمع الايه؟ للمواضيع التي فيها تفسير الآيات بتجمعها في المدونات. الطرق الفقهية في السياسة الشرعية كويس، يعني شيء جيد انتم عارفين الكتب، بس يبقى ان تكونوا مهتمين بقراءتها. سنكرر الوصايا، كتب ابن القيم ما يصلح ابدا انسان يعني يحرم نفسه منها او يمر عمرك دون ان تقرا هذه الكتب. جواب الكاتب لا ينفع انسان يعيش في الزمن المرطخ بالمعاصي والفتن هذا دون ان يقرا جواب الكاتب، ما يصلح. لابد هذه الكتب تعطى اهتماما خاصا. فالكتاب الذي فيه تحقيق لهذه المساله وهي الابوه الدينيه للنبي عليه السلام هو كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، فننصح الاخوه به مراجعته. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ان اهل العلم اختلفوا، هل يقال لبنات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اخوات المؤمنين او لا؟ يعني هي عموما كما قلنا بالاحترام والتوقير والاعظام والاكرام وغير ذلك ونحو ذلك، لكن هل هي ممتده هذا بنفس هذا القضيه؟ بمعنى اذا كانت هن امهات المؤمنين، هل يقال مثلا لمعاويه رضي الله عنه خال المؤمنين لانه اخو ام المؤمنين؟ ها فكذلك، وهل يقال لبنات ازواج الرسول عليه الصلاه والسلام اخوات المؤمنين او لا؟ وهل يقال لاخوانهن كمعاويه وعبد الله بن ابي اميه اخوان المؤمنين او لا؟ وهل يقال لهن امهات المؤمنات؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الايه: ولا ينتشر التحريم الى بناتهن واخواتهن بالاجماع، وان سمى بعض العلماء بناتهن اخوات المسلمين، كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. مختصر من؟ لما طبعا كثير فقيه الشافعي، فلما يقول كذا كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. طب المختصر ده الاختصار لكتاب ايه؟ يا ذا الهول. نعم الرساله، لا نعم في واحد رفع عليه وبعدين عمل كده. المزني، نعم احسن، هو كتاب الام اختصره المزني من اصحاب الشافعي. في كلمه المختصر حينما تطلق يقال مختصر المزني الذي قال الشاعر فيه: لم تر عيني ولم تسمع اذني احسن رغما من كتاب المزني. اين يقول كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر، وهو من باب اطلاق العباره لا اثبات الحكم. وهل يقال لمعاويه وامثاله قال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء رضي الله عنه، ونص الشافعي رضي الله عنه على انه لا يقال ذلك. الشافعي ما اجاز ان يقال قال المؤمنين في حق معاويه رضي الله عنه. وهل يقال لهن امهات المؤمنات؟ فيدخل النساء في الجمع المذكر السالم تغليبا، فيه قولان. صح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لا يقال ذلك.
وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، يعني لا يقال أمهات المؤمنات، وإن كنا هن أمهات المؤمنات، يعني كلمة وأزواجه أمهاتهم، يعني التذكير هنا من باب التغليب، تغليب المذكر، ولكن يدخل فيه ضمن المؤنث. نعم. يقول الشنقيطي: الأظهر عندي في ذلك أنه لا يطلق منه إلا ما ورد النص بإطلاقه، لأن الإطلاق المراد به غير الظاهر المتبادر، يحتاج إلى دليل صارد إليه، والعلم عند الله تعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام يعني ذو القرابات، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي فيما فرضه أو فيما أوحاه إلى نبيه عليه السلام من المؤمنين والمهاجرين. هذا بيان لأولي الأرحام أو صلة لأولى، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم أي إخوانكم المؤمنين والمهاجرين غير الرحم معروفا، أي من صدقة وموافاة وهدية ووصية، فإن بسط اليد في المعروف إما حق الله عباده عليه ويشارك فيه مع ذوي القربى غيرهم. قال السيوطي في الإكليل: استدل بقوله تعالى وأولو الأرحام، أو استدل بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى آخر الآية، من ورث ذوي الأرحام، انتهى. يقول القاسمي: وهو استدلال متين، وليس مع المخالف ما يقاومه، بل فهم كثيرون أن المعنية بها أن القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وأنها ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، ذهابا إلى ما روي عن الزبير وابن عباس أن المهاجري كان يرث الأنصاري دون قرابته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله الآية فرجعنا إلى مواريثنا. إلا أن الاستدلال بذلك هو من عموم الأولوية، لا أنها خاصة بالمدعى فيها. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي في القرآن الكريم، أو في الكتاب في قضائه وحكمه وما كتبه وفرضه، مقررا لا يعتريه تبديل ولا تغيير. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أي أخذنا عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق والتعاون والتناصر والاتفاق وإقامة الدين وعدم التفرق فيه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وتخصيصهم بالذكر، يعني قوله والعم عم الله سبحانه وتعالى، قالوا: إذا أخذنا من النبيين عموما ميثاقهم، ثم قال: ومنك، تخصيص هذا التعميم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فتخصيصهم بالذكر مع انفرادهم في النبيين للإيذان بمزيد نبيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأساطين أولي العزم، وتقديم نبينا عليهم صلى الله عليه وعليه وسلم لإدامة خطره الجليل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ثم خط الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل المنصوص عليه في موضعين من القرآن، هذا أحدهما، والموضع الآخر في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أما هنا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال في الانتصاب:
يعني طبعا كما نلاحظ هنا في كلام أبي سعود قال تقديم نبينا عليهم وعليه الصلاة والسلام لإمامة خطرهم جميعا، وإن أخذنا من الذين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. رد الانتصاق رد الناصر في الانتصاق قائلا وليس التقديم في الذكر بمقتضى لذلك، يعني لا يشترط ان التقديم يكون للايه لابراز المزيه. الا ترى الى قوله بهاليل منهم جعفر وابن امه علي ومنهم احمد المتخير، فاخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليختم به تشريفا له. واضح يعني في اللغه يمكن ان يختم بالاعظم والاسرع تشريفا له، ويكون هنا يقال فيها ايه بقى ختامه مثل يختم بالمثل، واضح سيكون الختام للتشريف. واذا ثبت ان التفضيل ليس من لوازمه التقديم فيظهر والله اعلم في سر تقديمه عليه الصلاه والسلام على نوح ومن بعده في الذكر انه هو المخاطب من بينهم والمنزل عليه هذا المسلوب، فكان تقديمه لذلك. واذا قدم من الذين ميثاقهم ومنك، لأن القرآن يخاطب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما قدم ذكره عليه الصلاة والسلام جرى ذكر الأنبياء صلوات الله عليهم بعده على ترتيب أزمنة وجودهم. وقد صرح بأولي العزم هنا وفي آية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ابن كثير فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قوله تعالى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي عهدا عظيم الشأن، وكيف لا وقد يعترضه من الماكرين والمحجين والمساقين ما تدون منه الجبال لولا الاعتصام بالصبر عليه ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء، فوضع الصادقين موضع ضميرهم للإذان من أول الأمر لأنهم صادقون فيما سئلوا عنه، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ولم يقل إيه ليسألهم عن صدقهم، لأن الصادقين تعود إلى من؟ الأنبياء. فلو قال ليسألهم عن صدقهم لفاتت هذه الفائدة والتي فيها إثبات صفة الصدق لهم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. كذلك قوله تعالى يسأل الصادقين عن صدقهم، لأن ربما يتوهم البعض أنهم ما داموا يسألون فيحتمل أن يكونوا صادقين أو غير صادقين، لكن بين الله تبارك وتعالى وأظهر الاسم بقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم للإذان من أول الأمر بأنهم صادقون فيما سئلوا عنه، وإنما السؤال لحكمة تقتضيه، أي ليسأل الأنبياء الذين صدقوا عهودهم عما قالوه لقومهم أو عن تصديقهم إياهم تبسيطا لهم، كما في قوله تعالى يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، أو المصدقين لهم عن تصديقهم. التفسير الآخر يسأل الصادقين المقصود المصدقين الذين آمنوا بالأنبياء عن تصديقهم للأنبياء. وأعد للكافرين عذابا أليما، أي لمن كفر من أممهم عذابا موجعا. ونحن كما قال ابن كثير رحمه الله نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراع، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاصصين فما جاءت به الرسل هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي ما أنعم عليكم به يوم الأحزاب وهو يوم الخندق، إذ جاءتكم جنود وهم الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة، أو ما أتى من الريح من طيور الجو وجراثيمه المشوشة للقار المقلقة من هذه، وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أمر الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآيات الكريمة أن يذكروا نعمته عليهم حين جاءتهم جنود وهم جيش الأحزاب، فأرسل جل وعلا عليهم ريحا وجنودا لم يرها المسلمون. وهذه الجنود التي لم يروها التي امتن عليهم بها هنا في سورة الأحزاب بين أنه من عليهم بها أيضا في غزوة حنين، وذلك في قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وهذه الجنود هي الملائكة، وقد بين جل وعلا ذلك في الأمثال في الكلام على غزوة بدر، وذلك في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام. وهذه الجنود التي لم يروها التي هي الملائكة قد بين الله جل وعلا في سورة براءة أنه أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، وذلك في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.